السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. موعد مباراة مانشستر سيتي أمام بروسيا دورتموند اليوم بإذن الله تعالى الثلاثاء 25/10/2022، مباراة في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا. متابعين الكرام، المباراة هتذاع بإذن الله تعالى على قناة بين سبورتس اتش دي 1 بريميوم البريميوم والمعلق المتألق حفيظ الدراجي. ملعب المباراة ملعب إيدونا بارك الخاص ببروسيا دورتموند. الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. متابعين الكرام، المباراة معادها الساعة 9 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراة معادها الساعة 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا، والساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات وعمان. متابعين الكرام، نادي مانشستر سيتي حاليا متصدر المجموعة جي، المجموعة 7 برصيد 10 نقاط. بروسيا دورتموند حاليا في المركز الثاني ب7 نقاط. اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، اراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.